خان ظلموه خونة الإرهابيين، لكن إحنا النهاردة بنقول مبارك اتردي له كرامته واعتباره. إن الدولة تعمل له جنازة عسكرية، هي دي الدولة المصرية، هي دي الدولة المصرية، وهو ده أكبر تكريم للرئيس مبارك. نشكر الدولة، نشكر الدولة إن النهاردة كرمت الرئيس مبارك. نشكر الدولة المصرية، هو ده أقل تكريم، أقل تكريم للرئيس مبارك. نشكر الرئيس السيسي ونشكر الدولة، وبنحيي السيد الرئيس السيسي. الدولة السيد الرئيس السيسي، ويا ريت الدولة، ويا ريت الدولة ترد اعتبار أولاده، لأن أولاده هم مبارك. وعايز أقول إن مبارك ما ماتش، مبارك 100 مليون مصري ما ماتش، علاء موجود. وعايز أقول وجمال موجود. ثواني يا حاج، وعايز اقول ما ماتش. احنا بنطلب من الرئيس السيسي ومن الدولة ان تضع اسامي مبارك على الاماكن اللي تم ازالة صورتها منه، وده اكبر تكريم للرئيس السيسي، اكبر تكريم للرئيس مبارك. نرجع كل ابوك كل الناس بيحبوك، يا علاء كل ابوك كل الناس بيحبوك، يا علاء كل ابوك 100 مليون بيودعوك، 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 يا علاء كل ابوك 100 مليون بيودعوك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. ومبارك حبيب الله، لا إله إلا الله.